السلام عليكم متابعي دراما سبورت، هارد لك لمنتخبنا وإن شاء الله نعوضه بالتصفيات الجاية وبكأس آسيا. رح أحكي عن أسباب خسارة المنتخب بالتفصيل بفيديو تاني. هون بدي أحكي عن الإشاعة اللي انتشرت حول إعادة مباراة منتخبنا مع أستراليا بسبب أرضية الملعب، تبديل الحكام والوقت الإضافي. حبيت أحكي عن هالموضوع مشان ما تنتشر هالإشاعة بين الجمهور السوري ويتعلقوا بأمل مو موجود، ولأني متعود أكون صادق معكم وبحب دائما تكونوا على علم بكل شاردة وواردة حول المنتخب. حابب أخبركم أنه أي كلام عن إعادة المباراة ما هي إلا مجرد إشاعة نشرتها أحد القنوات في اليوتيوب وصدقها بعض من الأخوة الأعزاء. عملت اتصالاتي وما في صحة لكل هالكلام. في قانون واضح حول الملحق والوقت الإضافي وحط القانون قبل بداية التصفيات، لهيك القانون بنص على لعب الإضافي ومن ثم ركلات الترجيح في حال كانت النتيجة متعادلة. بالنسبة لأرضية الملعب في مراقب فني من قبل الفيفا بيفحص كل شيء بما فيه الملعب، وهو ما حط شيء بتقريره عن كون أرضية الملعب رطبة أو مخالفة لقوانين الفيفا. لهيك الحمد لله على كل حال يا شباب، وخلونا نتقبل الخسارة. بعرف إنه الكل زعلان وحزين، بس ما في باليد حيلة. تحياتي لكم ولا تنسوا الإعجاب والتعليق.